وايش اللي دي يخطر في بالك واسوي لو عاد صدق هذا حقك بس انت كفو لو حتى في وسط البحر ابني بيوت شلون الريوق نايمه شلون الريوق بيض عيون اي شلون نعوم بطلع من الفندق بيني نعوم بطتنا ريوق صار لها يومين للبحر لو جا في بالك تحلينا مريت الصوب لازم عندكم صديقه ترفع لكم دائما اي بس كفو كفو يعني هي قدامكم كذي نتحوايحات من يمي خلص اسوي لي شو يصير؟ على روحي بلي كذي على صوب كذي شوفيني